أنت منيح؟ إيه منيح، والله فيك تقولي إني منيح. قدران انضرب أكتر من هيك كمان. اسمعوا على هالحكي، إذا هداك المجرم بيرجع بيعمل لك شي، أنا بعرف كتير منيح شو رح أعمل له. يا الله شو أخبياء، عم نأمن عبيتنا وعائلتنا مع هدول الناس وطلعوا ما بيستاهلوا أبدا. بكرة رح أقلعهم كلهم. بابا بابا، برا كان عتم كتير، حرام الشباب ما شافوا شي وهو أساسا فجأة ضربني. يعني معقول ما حدا سمع شي أبدا؟ يا عمتي بترجاكي بكفي ماشي؟ الزلمة إجا عمل يلي بده إياه وراح، شو ذنب هدول الناس نقطع برزقتهم؟ هانبيك هانبيك، معلش تحفظ اسمي منيح؟ ما عم تفهم علي؟ بتعمل مثل ما أنا بقلك، ما رح تدخلوا لجوا. عم تسمعني؟ شو ما بتسمعوا حكي وشو ما بتشوفوا بعيونكن ممنوع تقربوا ابدا ابدا. اذا ما ناديت لكم ما بتفوتوا لجوا، بس احتاجكن انا بنادي لكم. عم تفهم؟ هيك بيقلعنا ابوك. انت ما فهمت؟ انا بحكي مع ابي، فهمت علي شو عم قلك؟ مثل ما بتأمر. ممتاز. كيف صرت هلا؟ منيح بابا منيح. قلت لحالي ابي اكيد ما رح يخاف علي لهالدرجه. تركني من المسخره تبعك، انت شايف انه اللي صار بينكم بليق فينا؟ ليش انا شو دخلني بابا؟ وقت شفت الزلمه بهالشكل قاعد على الطاوله طلعت انا وراه وسالته اذا صار له شيء، وهو اجا وهجم علي فجاه. شو ذنبي؟ كان كل شيء ماشي تمام، شو صار؟ شو قلت له لحتى قلب هيك؟ دقيقه اخي، صار الحق على هان هلا كانه. طبعا الحق علي، لانه هان دائما مذنب، بيجي واحد وسخ على نص بيتي وبيعمل فيني هيك قدام ابني وبيوصلني لهي الحالة، وانت بدل ما تصدقني بتصدق لي هداك المجرم. ما هيك؟ معك حق. لك شو عم تحكي انت؟ انا بس عم رقع من وراك. لا بقى تعمل هيك بابا، لا ترقع، انا بحل اموري. رح تحل الامور بهالطريقة ما هيك؟ كل ما بدكن تشوفوا بعض لازم تتخانقوا وتتضاربوا. حياتي احسن شيء انه نقوم نطلع، لانه ابي حابب يقضي هالليلة وهو عم بيبهدلني. تصبحوا على خير. أبي أنا طالع نام. عود أخي. شباك بنتي، أنت كمان عادي، أنتو ما نكون شايفين إنه هدول فاتوا على حياتنا لحتى ياخدوا الفندق منكن، وإجوا كمان لحتى ياخدوا بيتنا مننا. يعني مو شايفين كيف بدهم ياخدوا أملاكنا شغلة ورا شغلة؟ دينيس بيكون ابني؟ طالما نحن مو موافقين ما حدا بيقدر ياخد منا شي أبداً. ما رح يقدروا. اي معناه تتصرفوا على أساس هاد وبلا مشاكل.